ركعتي السحر هل حافظنا عليها؟ يا أخي إذا كنت عاجز قبل، يا أخي قبل الأذان بعشر دقائق صلي ركعتين اقسم فيها تبارك سورة الملك 30 اقسمها تمنعك من عذاب القبر، تحوطك في عذاب القبر. يا أخي قبل بيأذن مثلا قل 5:15 أو مثلا الآن 5:45 في الرياض مثلا أو 5:45، يا أخي قم 4:10، قم 4 توضأ وصل ركعتين طول فيها اقسم سورة تبارك 30 آية 15 آية 15 تمنعك من عذاب القبر. المنجية سماها صلى الله عليه وسلم المنجية، قال عليه الصلاة والسلام وددت أنها في قلب كل امرئ مسلم، قلب مسلم في كل قلب مسلم. كانت الجارية تعلم الجارية سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك 30 آية، وخير منها ركعتين بلا سحار لا طاب نوم اللي حياته خسارة، وقت التنزل الإلهي تنزل الله. شوف شبابنا الآن 5 ساعات في الاستراحات 6 ساعات ولا يصلي، ما هو مستعد يصلي ركعتين بس يسولف كلام فاضي وسجاير وكلام فاضي وغيب. هذا إذا ما توصلت الأشد نسأل الله العافية. وبعضهم يمشي ثم يطيح في أعوذ بالله فكر ضال، تطرف فكر الخوارج، نسأل الله العافية. ما هو مستعد يصلي ركعتين، ركعتين خير من الدين وما فيها. تنزل إلهي في السحر ركعتين اقسم فيها تبارك من الآن، اقسم سورة تبارك الملك تمنعك من عذاب القبر بإذن الواحد الأحد، منجية من عذاب القبر، تنجيك من عذاب القبر. مات عبد فمنعته سورة تبارك من عذاب القبر، اسمها المنجية من عذاب القبر بإذن الواحد الأحد. فحاول وعسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه.